وللمزيد من المتابعة والنقاش على نفس الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من موسكو دكتور مجدي الشيخ أستاذ الجراحة. دكتور مجدي، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. كنت أتحدث مع ضيفي دكتور أشرف عن هذا السباق لمختلف الدول للخروج بمصل أو لقاح لكوفيد 19، كيف تتابع دكتور مجدي هذا السباق؟ نعم، هذا حسب ما يعرف الجميع انه الدول دخلت في سباق اللقاحات ونحن من وروسيا، يعني نحن بروسيا من ضمن الدول اللي دخلنا هذا السباق، والحمد لله يعني تمكن فريق الطب، فريق من العلماء ان يطور لقاح، وبالفعل اعلن عنه من فتره قصيره، اعلن عنه الرئيس من فتره قصيره. نعم. طيب دكتور مجدي، بحديث حضرتك عن لقاح او سبوتنيك في او سبوتنيك 5 كما يسمى، يعني الكثير من الانتقادات وجهت الى هذا اللقاح لعدم اتمام المراحل الثلاث من التجارب السريريه وبدء تصنيع هذا اللقاح، كيف تابعت ذلك؟ صحيح، أنا صراحة تابعت الموضوع وتابعت الانتقادات وسمعت انتقادات من عدة دول. أنا برأيي الشخصي هو سياسي أكثر ما هو انتقاد علمي وانتقاد. نحن بوضع صحي صعب، عندنا وباء. صح، الفترة الزمنية اللي تم فيها تجارب اللقاح فترة قصيرة، أنا متفق مع الجميع ومتفق مع الدكاترة والعلماء انه صحيح هي فترة زمنية قصيرة، ولكن نحن في سباق مع الزمن، عندنا وباء فتاك، عندنا وباء كل يوم يصاب به ملايين ويتوفى به ايضا بالمئات، لذلك ماذا نعمل؟ ننتظر حتى نخلص التجارب السنة او ولكن دكتور مجدي، بعض اللقاحات من الممكن ان تمر بالتجارب السريريه في مرحلتيها الاولى والثانيه وتفشل في المرحله الثالثه ويكون لها مردود واثار رجعيه على المريض، ايضا ذلك من الممكن ان يسبب بعض الخسائر، ولكن هذه المره ستكون خسائر في الارواح. صحيح صحيح، انا متفق معك تماما انه ممكن اذا هلا المرحله الاولى والمرحله الثانيه اعطت نتائج جيده، يعني اعطت نتائج جيده، بعد لوحظ بعد ارتفاع بالحراره، حراره 38 ثاني يوم 37، ارتفاع بسيط، وهذا بيصير بكل اللقاحات، لا بس بهذا اللقاح، يعني اذا لاحظنا بكل اللقاحات بيصير هذه العوارض، يعني العوارض البسيطه. الشغله المهمه انه صح في مجموعتين صار عليهم التجارب واعطت نتائج جيده، المرحله الثالثه هلا سوف تتم، رح تتم على الدكاتره، بس بدي اعطيكي ملاحظه كثير مهمه. تفضل. انه روسيا عندها خبره كبيره بتصنيع او بتطوير اللقاحات. يعني روسيا بهذا المجال من الدول، انا برايي الشخصي ومتابعتي للامور، روسيا من الدول الاوائل اللي عنده خبرة كبيرة جدا بتطوير اللقاحات. طيب عندنا ثقة بالموضوع. طيب دكتور مجدي، هستغل وجود حضرتك في موسكو، يعني بعض استطلاعات الرأي أشارت إلى عدم رغبة الكثير من الأطباء، بما أن حضرتك ذكرت فكرة أن هذا المصل أو هذا اللقاح سيتم تجربته على بعض الأطباء، أبدو عدم رغبتهم في الخضوع أو أخذ هذا المصل، كيف تتابع ذلك أو هل هنالك أنباء عن ذلك، رفض الأطباء أو عدم إبداء رغبة في تجربة هذا المصل؟ هلا حاليا صراحة يعني أنا عندي بالمستشفى ما في أي اعتراض، نحن منتظرين حتى نستلم التعرفة. هلا هو بمرحلة التسجيل، وسوف ينزل إلى السوق قريبا، يعني بداية شهر 9 يبدأ عمليا موجود بالمستشفيات. حاليا المستشفيات دكاترة جزء، هلا طبعا في جزء من الدكاترة عندهم خوف، وخاصة اللي هن كبار السن أو اللي عندهم أمراض مزمنة، ممكن يكون عندهم خوف، ولكن جزء كبير من الدكاترة حتى يتلقحوا. وحتى يعني وشفت وقت اللي أعلن الرئيس، بنت الرئيس كمان جربت اللقاح. نعم.
طيب دكتور مجدي، بيانات السلامة والفعالية هي مفتاح ختم الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية، لا يمكن تجاهل ربما بيانات السلامة والفعالية، يعني كيف تتابع ذلك تزامنا مع إنتاج هذا اللقاح؟ هلا صحيح، الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية طبعا في إجراءات وقائية وإجراءات مثل أي لقاح مثل أي دواء، بس حتى نحن مثل ما انا بالبدايه قلت انه نحن اعلن الرئيس اعلن عن اللقاح، حتى يعني بدي افتح قوس هون انه في عندك 20 دوله ومن ضمنهم دول عربيه حجزت اللقاح، يعني هي هلا رح تستلم اللقاح بفتره خلال شهر 9 و10 رح يستلموا لقاح من روسيا، فعندك مليون، عندك مليار لقاح محجوز، هذا مؤشر كبير انه العالم بده يطلع من هذه الازمه، بده اي امل، بفيش امل حتى يطلع من هذه المشكله او من هذا الوباء. طيب دكتور مجدي، كيف تفسر هذا التكتم على نتائج التجارب السريريه التي تمت في المرحله الاولى والثانيه؟ يعني الكثير من التساؤلات تحوم حول هذا المصل، رغم ان بعض الشركات الاخرى التي تعمل على انتاج لقاحات اخرى لفيروس كورونا مثل موديرنا واسترازينيكا وغيرها دائما ما يقولون وينشرون النتائج التي تبدو بعض او نوعا ما مبشره، لماذا هذا التكتم تحديدا على سبوتنيك 5؟ هل هو تقدم؟ ما فيش تقدم. هلا نحن كاطباء طبعا نحن مش بالفريق اللي عم بيساوي اللقاح او من فريق العلماء، نحن عم نتابع الموضوع، نحن ما في عنا تقدم من اول يوم بدا الفريق العلماء بتطوير اللقاح. كان عندنا معلومات كامله عن اللقاح وكانت تجينا معلومات كامله عن اللقاح وعن الاثار، طبيعه الاثار السلبيه والايجابيه، كانت تجينا التقارير، تيجي التقارير ونحن عندنا فكره، وهلا في، وحتى اعطيكي معلومتين، وفي عندنا لقاح ثاني كمان قريبا رح كمان يعلن عنه قريبا، في لقاح ثاني كمان عندنا معلومات عنه، يعني ما في شيء، ما في تكتم، ما بعرف هو هي مثل ما انا بالبدايه، يعني هذا التكتم كان على حسب تصريحات وزير الصحه الروسي، قال ان الاشاعات والانتقادات حول هذا الفيروس يعني تعود نوعا ما دكتور مجدي الى عدم وجود الكثير من المعلومات حول هذا الفيروس. على كل حال دكتور مجدي الشيخ استاذ الجراحه كنت ضيفي عبر الهاتف من موسكو، بشكر حضرتك جزيل الشكر.